هذه هي هذا هو الاساس في الزواج، هو ان ما خصنيش المكياج في الكلام، ما خصنيش المكياج في الاشياء اللي اللي زعما اللي ما عندها صراحه ما عندها حتى شي معنى. اللي كنجيو نهضروا حنايا مزيان اوكي، انا زوجت واخا اوكي، انا زوجت، انا تفاهمنا انا وسيده وعملنا هادشي وتفاهمنا على بزاف ديال النقاط ومشينا في الامر كيف ما هو، وعملنا العرس، كملنا العرس، فرحنا الناس، فرحنا العائله، ومن بعد يبداو المشاكل. ايوا راه من عندك، راه من عندك. علاش راه من عندك؟ حيت المشكل ماشي هو نعمل العرس ونفرح الناس ونرضي عائلتي، المشكل هو انك كترضي الناس وكتنسى راسك، لان النهار اللي كتزوج كلشي كيبارك لك، والنهار اللي كتطلق حتى واحد ما كيسيق لك الخبر. هذه هي الـ يعني هذا هو بيت القصيد. اذا حنايا هنايا باش نتجاوزوا هذا الشيء، هذا دائما كنطرحوا اسئله، شنو هي العلاقه اللي كتخلي التفاهم بين الزوجين؟ يعني كيفاش غتبنى هذه العلاقه؟ طريقه ديال البناء ديال العلاقه ما بين اي شخص خصها تكون لا كومونيكاسيون لابعد حدود. عرفتوا شنو معناتها؟ معناتها لابعد حدود. التواصل بواحد الطريقه خصها تكون تواصل مباشر، التواصل بالهاتف، التواصل دابا السوشيال ميديا تبارك الله، بلا ما نقول لكم ما عندناش شي مشكل حنايا امام الزمان ديال الرسائل رساله. فهذا الشيء اللي كيخلي المراه تكون عندها واحد نقدروا نقولوا واحد يعني واحد الثقه كافيه، واحد ثقة كاملة فأن هذا الرجل هذا الصراحة وخيلك كنت فيها شي حاجة خصني نحيدها، لأن هذا الرجل هو المناسب لي وهو اللي محتاجة له أنا. فهذا شيء من باب آخر. كنلاحظوا بأن هنا في أوروبا بزاف ديال الفتيات ما كيبغيوش يزوجوا من هنا، أو ما كيبغيوش يزوجوا بالمغرب. يعني دائما عندهم ذاك شنو عندهم واحد النقطة اللي في الحقيقة خايبة خصها تحيد، ديك القضيه ديال هذا الراجل اللي غيديني، خصوصا دابا مثلا الا كان شي واحد هنا بلا اوراق، واخا يكون ولد الناس، واخا يكون طيب، واخا يكون شنو ما كان، هذا الراجل غيديني على الاوراق ديالو مثلا، او لا مثلا المشاكل شنو هما. كتلقى مثلا الرجل المغربي عنده بعض الطقوس، الرجل المغربي كيبغي يكون عنده واحد بين قوسين متحكم شيئا ما، وهي ماشي قضيه التحكم، ولكن هي ديك فرض الرجوله. هذا فرض الرجوله بعض المرات كيكون مزيان كيكون ماشي مزيان، في جميع الأوقات هو مزيان وماشي مزيان. وهنا الرجل المغربي كيتعامل بذلك المبدأ ديال النساء يعني ناقصة عقل ودين، رغم أن الشرح ديالها لا علاقة له بهذا المعنى هذا اللي احنا مشينا به. يعني المرأة خصها ضروري من أنها تزيرة وما عرفش النوك وديك الشي ديالنا احنا، يريك الأسلوب ديال الخيل العربي وخي محمد ما عرفش كل نوة، فهمتي كيف؟ ولكن هذا الشيء هذا ما كيخليش البنت أنها تشجع باش تقول يعني باش تقول انا معاك، انا موافقة على هاد الاسس اللي انتي نعولة، على هاد الطريقة الحياة اللي باغي نعيشوها مع بعضياتنا، انا بغيتك نكونوا في الحياة مع بعضياتنا، نعيشوا بطريقتك انت الراجل، ما يمكنش. انا باش نرجع البنت والولد كيجلسوا فوق الطبلة وكل واحد كيحط الشروط ديالو. البنت كتحط شروطها، كتقول لك شوف انا خصني نعيش بهذه الطريقه هذه، وخصني الوالدين ديالي خصني نزورهم، انا عندي الصحابات ديالي كنبقى نمشي عندهم، انا عندي بعض الحاجات اللي كان مثلا الشوبينغ انا عندي رسمي، انا خصني ضروري من هادشي في البنات كنلقاوه نورمال عادي، ولكن الاشكال اللي كيوقع هو ان ما كيتماشاش مع العقليه ديال الرجل المغربي. انا كنتكلم غير على الرجل المغربي لانه العقليه ديال الرجل العربي كتختلف بكل صراحه، الرجل المغربي لان حنايا انا واحد منه، رغم انه هذه العقليه هذه اللي كيشوف بها هو البنت او المراه او الزوجه ديالو، هو في الغالب ديال الرجال، في الغالب ما كنقولش كل شيء، ما في الغالب كيعجبهم داك المراه اللي غادي تكون جالسه في الدار، كتقبل الوليدات، كتربيهم احسن تربيه، يجي الدار يلقى الماكله، يلقى هنا في اوروبا كيختلف الامر.
هنا في اوروبا بعض المرات كيجوج الرجل المغربي كيجوج بهذا الفتاه المغربيه. في الاول كتسمع كلام وملي كيجي الزواج كتسمع كلام اخر. علاش؟ لانه كتدخل مسائل ديال الحياه اليوميه اللي هي فيها مستلزمات ديال الحياه، فيها مصاريف ديال الحياه، فيها واحد المجموعه من الاشياء اللي يعني كتضر المرأة أنها حتى هي تكون مسؤولة، حتى هي تكون كتخدم وتكون في نفس الوقت كتعمل كتوازن ما بين المنزل ديالها والمقابلة ديال العائلة ديالها وفي نفس الوقت العمل ديالها. علاش؟ لأن متطلبات اللي عند المرأة صراحة هما أكثر من الرجل بكل صراحة، لأنه عندها بزاف ديال المتطلبات. وباش يتفادوا هاد النقطه هذه في الغالب كتلقى المراه والراجل خدامين. اذا هاد النقطه هذه ديال المراه والراجل خدامين، شحال من واحد عنده المراه ديالو خدامه ومتفاهمين هو وياها، مقسمين الشغل ديال الحياه. كاين اللي عندهم العيال ومقسمين ديال الشغل ديال الحياه. كنعرف واحد المجموعه كبيره من الاشخاص اللي مجوجين هنايا وميسرين الامور ديالهم. ولكن هنا السؤال اللي كيطرح نفسه، كيفاش على حتى انهم وصلوا لهذا التفاهم؟ التفاهم طبعا ما كيجيش عن عبث، التفاهم كيجي عن طريق لا كومونيكاسيون، التواصل. فهاد الناس او لهاد جوج ديال الافراد اللي بناوا واحد العش كما كنقولوا الزوجيه بيناتهم ووصلوا لهاد النقطه ديال التفاهم، اما الراجل كيكون راضي وباغي المرأة تكون خدامة، وكذلك ومثال فالمرأة، لأن هي دائما المرأة كتقول لك احنا متساويين، ما كيحتاجي مشكلة متساويين ولكن كاين شي حاجة، عفوا كاين شي حاجة اللي احنا متساويين فيها وكاين شي حاجة اللي ما نقدروش نتساوي فيها. الرجل كيبقى رجل، المرأة كتبقى مرأة. طبعا هنايا المسألة كتكثر او لا كتشحن كثر، خصوصا ملي كيكون عندنا واحد النوعيه من النساء اللي ما كتدخلش المخ ديالها بانها غادي تبقى في الدار. هذه ما اغلبيه النساء، اغلبيتهم يعني خصوصا هنا في اوروبا، سيدة مستنسى الحريه، مستنسى انها تخرج، مستنسى انها ما حتى شي واحد ما يحكم فيها، مستنسى انها تخدم على راسها، مستنسى انها المكياج اللي احتاجته تجيبو، بارفان اللي بغيتي شتاتها تشريها، مستنسى انها تمشي للريستو كيف ما بغات. ولكن انت ملي غادي تجي غادي تقيدها وتصبر معك عامين بزاف، وفي الثاني غيبداو المشاكل. اذا النقطه اللي غنخصنا نوصلوا لها حنا هي المشاكل الزوجيه. منين كتبدا المشاكل الزوجيه؟ كتبدا من هاد الانطلاقه ديالنا ديال التعارف. التعارف كل واحد كيتعرف على الاخر، كدوز واحد المده صافي نوينا غادي نجوجو، نويتو غتجوجو اوكي بالي ماشي مشكل مرحبا راه نتفاهموا. كل واحد كينزل اللي عنده، كاين شي حاجات كينزلوا كاين شي حاجات ما كينزلوش. علاش؟ لان في المفهوم الذكوري والمفهوم ديال الانثى دائما الانثى كتقول الراجل راه في واحد الوقت الا كان فيه شي عيوب راه مع المده مع الزواج غيحيدو، والراجل نفس الشيء كيقول على المراه. ولكن الحقيقه ديال الامر هو ان مع المده كيكتشف الراجل بان المراه عمرها ما تحيد لعيوبها، والمراه كتكتشف بان الراجل عمره ما يحيد عيوبه. اذا المشكل فين هو؟ المشكل هو في النهار الاول اللي حطينا كل شيء وتقبلنا بعضياتنا البعض، لان كل واحد خصو يتقبل الاخر. كاين واحد عنده عيب وانا متقبله، هذاك العيب اللي فيك انا متقبله، والاخر عنده والطرف الاخر عاود نفس الشيء هو متقبل. ولكن هذا التقبل ما كنضونش ماشي ما كنضونش يعني مخي